يتلخص فيها تراث البلد وثقافتها وتاريخها وناسها. القاهرة العاصمة الجميلة من أقدم المدن، فانطبعت على مبانيها وأراضيها الأحداث، فأصبحت مدينة تاريخية وتراثية وثقافية. لكن الزمن بيمر وشوية بشوية بيستخبى جمال القاهرة ورا الزحام والتكدس، فكان لابد من البحث عن حل قبل ما تختفي القاهرة بتكدس ناسها في مساحة داهت عليهم. مصر أوسع من إننا كلنا نعيش في جزء صغير، كل واحد منهم ترك بصمته. فخرجنا من قلب الزحام علشان نوسع العاصمة بامتداد شريان منها بيتحرك لأرض جديدة، لكن القاهرة تتعمر بالناس والبنى علشان تصبح العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 170 ألف فدان، بتتسع لستة ونص مليون نسمة. قربها من مدن القناة بيأكد موقعها الاستراتيجي. 40% مساحة المدينة للسكان وللحياة. نصيب الأرض من المسطحات الخضراء 15 متر مربع. 70% من أسطح المباني مغطاة بوحدات الطاقة الشمسية. 30% من مساحة المدينة بتخدم قطاع المال والأعمال. 40% من شبكة الطرق خصصت للمشاة والدراجات، وتوفير جميع المواصلات لجميع فئات المجتمع. مساحات المدينة بالكامل مغطاة بشبكة معلومات عالمية. في خطط تنمية جديدة. 20 حي سكن تنوعت في الكثافة السكانية. حوالي 40 كيلومتر إلى الشرق. فيها سكن من لكل الفئات. بدأت المرحلة الأولى منها بـ40 ألف فدان، بتضم مجموعة من الأحياء السكنية والحي الحكومي، مدينة الثقافة والفنون، منطقة الأعمال المركزية، حي السفارات، النهر الأخضر والمطار. وتم البدء في تنفيذ أول حي سكني على مساحة 1000 فدان. بيضم حوالي 25 ألف وحدة سكنية جاري تنفيذها. سكن لكل المصريين كامل المرافق، نسميها وفي خدمات القاهرة 2. بالإضافة إلى بدء العمل في تنفيذ الحي السكني R2. الحي الحكومي منطقة للوزارات والهيئات الحكومية، تفعل فيها تطبيقات الحكومة الإلكترونية لرفع كفائتها، عاصمة طموح لتغطية كافة المعاملات الحكومية. تكلفتها 45 مليار جنيه. روح العصر وأصالة المرحلة الأولى من البناء تصمم معمارها تحت الإنشاء. الهدف هو نقل جهاز الحكومة بالكامل من القاهرة إلى العاصمة الجديدة. مكتب خدمة واحد لكل الوزارات. نقل 51 ألف موظف حكومي لمرفق إداري جديد يضم ما لا يقل عن 36 مكتب. ومن المقرر أن تبدأ العملية في 2020. مدينة الثقافة لكن والفنون. الدعم اللازم للإسكان. مدينة الثقافة والفنون اتصممت بشكل متطور. المرحلة الأولى من البناء بتضم الأوبرا، مزار سياحي عالمي لكل عاشق للفن في العالم، وسكن أكثر من 6 مليون مصري، وقاعات سينما. الخطط الحالية تدعو إلى أكثر من 600 مستشفى وعيادة ودار للأوبرا. منطقة الأعمال المركزية اللي هيكون فيها أعلى مبنى. تم التعاقد على بدء تنفيذ منطقة الأعمال المركزية. التأثيرات بتشير اللي بتضم 20 برج. الخدمات المتعلقة بالمدينة يتوسطهم أعلى برج في أفريقيا. هتوفر 2 مليون فرصة عمل. النهر الأخضر. النهر الأخضر ومن نهر الشجر أيضا والزرع، فتح العديد يتفرع من الجامعات المصرية الجديدة بمنظره الخلاب، وده فتصبح بيئة نظيفة من خالية كندا من العوائد ألمانيا والمملكة المتحدة والمجر والسويد وفرنسا، تماشيا مع تقاليد القاهرة. فندق الماسة كمركز عالمي مشهور على مساحة 10 أفدنة، تم افتتاح أولى المشروعات داخل العاصمة
بيضم منتجع سياحي وبحيرة، قاعة مؤتمرات، مسجد ومول تجاري كبير. سيتم إنشاء مجموعة من الجامعات الدولية بالإضافة للمدينة الرياضية طموح بنفس القدر للحفاظ على تحرك المدينة السريع. مطار دولي من الطرق على مساحة 33 كيلومتر مربع، كهرباء جديدة كلية يسهل الحركة لكل السفراء والمستثمرين والزائرين من الخارج. بناء مدينة في الصحراء، وتم بناء مسجد لازم داخل يكون المدادات المية موثوق فيها 100%، لأنه مفيش مجال للخط. شبكة الطرق الرئيسية، عشان كده العاصمة الإدارية مربوطة بشبكة من الطرق الرئيسية تبلغ 650 كيلومتر. كل النهر النيل طرق متسعة تم تمهيدها على حسب الكثافة السكانية للعاصمة، هي واحدة من العديد لتفادي الزحام والتكدس الموجود، التي ستعمل بشكل دائم للمشاة. تمنع التقاطع مع طرق السيارات. حوالي 1.5 مليون متر مكعب من المياه العذبة للعاصمة الإدارية الجديدة كل يوم. شبكات المرافق اتأسست بشبكات بنية تحتية متكاملة وعصرية لمدينة وأحدث التقنيات العالمية. مش ممكن تعتمد مرة على تكنولوجيا شبكات المرافق داخل أنفاق. هيتم العمل من على نظام النقل وكهرباء واتصالات لتسهيل عملية أي صيانة في أي وقت من غير حفر. وهيتم بناءها في نسيج المدينة سيمنز. المحطات الكهرباء هتساعد على بتقوم بتنفيذها شركة سيمنز الألمانية. المحطة الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، تعمل بنظام التبريد الهوائي باستخدام 12 مروحة عملاقة مع وجود مبنى تحكم بأحدث تقنية عالمية والقدرة على إدارة البيانات وتمكين التقنيات الحديثة والتطور زي الـIoT الجامع أو إنترنت والكاتدرائية. وفي اقتراحات أن تكون العاصمة الإدارية الجامع والكاتدرائية واحدة بتتبني بأيادي المصريين الاقتصاديات الرقمية لترديد أصوات الصلاة في العالم والدعاء. رؤية العاصمة الإدارية الجديدة مش بس مبنية على التكنولوجيا والحداثة، دي رؤية مبنية على قوة الأمة الحقيقية وعلى أغلى ما لدينا، قيمنا ووحدتنا. ولم يتم بناء أفواج من العمال لتحل كل يوم المدينة القديمة. 2 مليون السماح من الأيدي العاملة المصرية بتبني عالم جديد كبير، عالم بيتبني بجهد المصريين ويعطي لتتسع رقعة مصر السكنية. وكل ساعة وكل لحظة بيتحقق من اللي اتحقق ليشهد على أحلام المصريين الكبيرة اللي بتتحقق على أرض الواقع. احنا أمة في حالة من التغيير الدائم ودايما العاصمة الإدارية الجديدة مستقبل مصر. في ظل منفس القديمة المصريون ما زالوا يبنون الكثير. رؤية واضحة إلى الأمام وتصميم الرئيس السيسي في وقت قياسي في جميع أنحاء البلاد. قوتنا هي أثارنا الجديدة في بلد 7000 سنة حضارة، وكلمات شعرائنا الأوائل لا تزال صحيحة. ضيق الخيال قد مضى منذ فترة طويلة.